لبنان مذهبي. تحت هذا الشعار وفي إطار مهرجان شهداء الجيش اللبناني الذي ينظمه، أقام نادي شباب لبنان أمس سهرة تكريمية على شرف الوفد القادم من لبنان، والذي يضم العميد فارس الخوري والعميد نصر شموني إلى جانبهم عقيلات شهداء الجيش اللبناني السيدة لودي فرانسوا الحاج والسيدة ليا صبح العقوري والسيدة سونا نايف صليبة. ما فرقته السياسة جمعه نادي شباب لبنان في صالة طغت عليها الأجواء الوطنية، بحيث احتضنت ممثلين عن 13 حزب لبناني وحشد كبير من الجالية اللبنانية من ملبورن وسيدني بحضور قنصل لبنان العام السيد غسان الخطيب وممثلين زمنيين وحزبيين ورجال أعمال، وقفوا جميعا لتحية أرواح الشهداء مع دخول الوفد. اللواء الشهيد فرانسوا الحاج، وقد تضمن الحفل الذي افتتحه الإعلامي جورج مخول وقدمته إلى جانبه الإعلامية داليدا معيكي أجواء وطنية بامتياز تخللتها كلمات عديدة ألقيت بالمناسبة، كان أبرزها كلمتي السيد الحاج والعميد الخوري: ليس أعظم من أن يبذل الإنسان ذاته في سبيل أحبائه، هذا ما آمن به شهداؤنا أبناء الجيش اللبناني، فأعطوا غير آبهين بالمخاطر لأنهم التزموا قسم الزود عن لبنان وأهله تحت مبادئ الشرف والتضحية والوفاء. أنا فرحت كبيرة وقلبي كبير بوجود هالجامعة الكبيرة يلي مرقت عليهم أنا فردا، وأنتوا لو ما بتحبوا لبنان كلكم ما كنتوا جيتوا كلكم لهون، انتوا لانه بتحبوا لبنان شرفتونا، وبتحبوا نادي شباب لبنان، ونادي شباب لبنان فخر لكل الجالية اللبنانية وانا بعتز فيه. هذا وقد قدم لها الرسام جورج حيدر الذي كان قد أقام مأدوبة غداء على شرف الوفد في منزله، والذي حضر خصيصا للمشاركة بالحفلة المسائية لوحة زيتية عملاقة تمثل اللواء الشهيد فرانسوا الحاج. بس بدل ما فرانسوا بالسماء شوف أحبائه اللي كان معتمد عليهم المغتربين اللبنانيين اللي كان يقول إنه هو رح يبني الوطن بسواعد لبنان والمغتربين، كان يقول شغلة بس إنه بحياة المراكز ما بتعمل الإنسان أو القاضي اللي بتعمل المراكز. ولم تغب نور الشباب من نور سات التي غطت نشاطات النادي مع الوفد منذ لحظة وصوله إلى ملبورن عن الحدث، فقد خلدت هذه الزيارة بتذكارات قدمتها للنادي وللمؤسس وللعميد الخوري: لأن البصيرة الممنوحة لرجل ما لا تعين جناحيها لغيره، أنت بصيرتك بلشت من أول ما اخترت مسارك بالجيش وبعدها مستمرة لحد هلأ. أما اليوم فقد تكلل المهرجان بقداس إلهي أقامه النادي في كنيسة سيدة لبنان المارونية، حيث احتفل بالذبيحة المونسنيور عمانوئيل صقر والأب ألان فارس، وشارك فيه الوفد اللبناني بحضور سعادة القنصل العام غسان الخطيب وحشد من الجالية وأبناء الرعية. في عظته شكر الأب فارس الرب على الشهداء الذين دفعوا دمهم ثمنا من أجل أوطانهم، مثنيا على صبر عائلاتهم: بدنا نشكر الرب على شهدائنا، على هالشهداء يلي دفعوا دم ثمن لحريتنا نحنا، نشكروا عليهم، نشكروا على عيالهم كمان يلي قدمون وقبلوا هالتضحية كمان، بنصلي لهم، نطلب من الرب هو يكون معهم، يضل معهم بحياتهم، يضل يذكرهم إنه الشهادة هيدي يلي دفعوها ما كانت ديعان، ما راحت ديعان دم يلي دفعوه. من بعدها انتقل الوفد والحاضرون إلى كنيسة القديس جورجيوس الأرثوذكسية، حيث أقيمت في قاعتها مأدبة غداء عن راحة نفس الشهداء.